السلام عليكم كل متابعين القناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل والي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية، موجودين النهاردة في شرق اسكندرية، أقصى نقطة في شرق اسكندرية، موجودين في منطقة أبو قير، منطقة توسن، منطقة المعمورة البلد. ولكن في البداية لو حضراتكم أول مرة تتابعونا، أتمنى اشتركوا في القناة، أتمنى تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. الأهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من أسفل الفيديو. احنا حاليا بالكاميرا في منطقة ابو قير. منطقة ابو قير منطقة مش كبيرة، منطقة جميلة جدا بالنسبة لاهلها، وبالنسبة ليا منطقة روعة، جوها رائع جدا. اللي امامكم طبعا ده كان زمان سينما روي او سينما توها، الشارع الرئيسي بتاعها بتاع ابو قير شارع ملك حفني. ملك حفني يبدأ من اول فيكتوريا. اوضح الصورة اكتر، احنا كده امامنا مدينة اسكندرية، على شمال الصورة البحر، البحر الحي، على يمين الصورة البحر الميت، على يمين الصورة محطة قطار ابو قير، اول واخر محطة لقطر ابو قير على يمين الصورة. احنا كده على يمين الصورة سور قطر ابو قير، كده سور قطر ابو قير بقى على شمال الصورة، البحر بقى على يمين الصورة، على شمال الصورة مساكن توسن. تسمت منطقة توسن مساكن توسن على اسم الامير عمر توسن اللي توفى 1944. الامير عمر توسن ابن محمد توسن ابن محمد سعيد باشا ابن محمد علي، امير اسكندرية، عالم وعلامة الامير عمر توسن. الامير عمر توسن طبعا الارض منطقة توسن كانت ارضه، تبرع بيها وقف للاهالي واتبنت عليها المساكن الموجودة حاليا مساكن توسن، هو اتبرع بيها وقف للأهالي. طبعا في الحضرة طبعا مساكن توسن، في الحضرة القبلية كانت بجوار المحمودية، سرايا المحمودية كانت مقره، وإلى الآن له مساكن توسن في منطقة الحضرة. لو هتطلعوا على هذه الخريطة، عزبة الأمير عمر توسن، عزبة الأمير عمر توسن كانت على ترعة المحمودية زمان، طبعا كان في جنبها عزبة زيزانيا، الله أعلم هي ايه دلوقتي. عزبة الأمير عمر توسن في الحضرة المحمودية. الأمير عمر توسن طبعا علامة، له من الكتب الكثير، منها اسكندرية القديمة وضواحيها، ترعة المحمودية، درب اسكندرية 11 يونيو. بص حضرتك بقى على يمين الصورة بحر، على شمال الصورة في بقى الأكاديمية البحرية، في كلية التربية الرياضية، في الكليات والمعاهد اللي بتسمى باسم أبو قير. ولكن الكليات والمعاهد اللي بتسمى باسم أبو قير مش في منطقة، مش في أبو قير نفسها، ولكن على الحدود، يعني ما بين أبو قير وما بين منطقة الطبي. احنا كده داخلين على منطقة المعمورة البلد. حتى شركة أبو قير للأسمدة مش في أبو قير، شركة أبو قير للأسمدة في الطبية، ولكن هي على الحدود المائية لأبو قير. احنا كده في المعمورة البلد، على يمين الصورة مدافن المعمورة والبحر، المعمورة البلد شمال ويمين. طبعا في المنتصف في شريط قطر أبو قير، طبعا منطقة توسن ليها محطة توسن، والمعمورة البلد ليها محطة المعمورة البلد. بيشترك في المعمورة البلد مع خط أبو قير خط رشيد، خط قطار الرشيد القادم من محافظات مصر على رشيد البوصيري، المعدية المعمورة البلد. احنا في الشرق اسكندرية، كل الأماكن انتوا شايفينها شمال ومين كانت زمان ريف، كانت أجزاء من بحيرة أبو قير، الريف السكندري زمان أصبح الآن حضر. أتمنى تدعموني بلايك من أسفل الفيديو، ما تنسوش تدعمونا بلايك من أسفل الفيديو. أمامنا إيه كده؟ إحنا أمامنا بقى المعمورة الشاطئ، أمامنا المنتزه، أمامنا المندرة، العصافرة سيدي بش، إلى أن نصل إلى محطة مصر من على شريط القطر. المعمورة البلد شرق اسكندرية، طبعا على شمال الصورة طبعا في بقى القرى والعزب اللي تتبع المعمورة، عزبة المكنة وعزبة جون والطبية والأحواض،
حط 6 وحط 13، كل دي اراضي زراعيه تتبع شرق اسكندريه الريف السكندري. هنا طبعا على الشمال بيكون في سوق جميل قوي يوم السبت، سوق تلاقي فيه كل حاجه، مزلقان داخلي، ما زلنا على يمين الصورة البحر والسكنات. أمامنا مزلقان المعمورة البلد، أمامنا منطقة الإصلاح. طبعا العلم في المعمورة البلد والمعمورة الشاطئ، المعمورة الشاطئ اللي بعد محطة الإصلاح على طول. كده نكون هنا جولتنا البسيطة. أتمنى ما تنسوش ادعمونا بلايك من أسفل الفيديو. لو أنتوا أول مرة تتابعونا يا ريت تشتركوا في القناة بعد إذنكم.